في هذا الفيديو هذا انا هضركم على العلاج ديال الحب الشباب وطرق الوقايه من حب الشباب، وبطبيعه الحال غنشرح لكم احسن برودويات والشركات العالميه في العلاج ديال الحب الشباب، واللي غيكمل الفيديو هذا حتى الاخر راه عادي يستافد. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا الله يجازيك بخير، شارك في القناه ديالنا وفعل ديك زر الجرس. القناه ديالنا قناه عائليه اسريه، كتهمك نتينا اختي اللي كتفرج فينا، واللي كيهمك اخاي نتينا اللي كتفرج فينا. بلا ما نطول عليكم كملوا هذا الفيديو، واللي متبع القناه ديالنا كذلك شي لايك وشي تعليقات، اللي عنده شي استفسار تسوي كتبوا في التعليق. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونطلعوا المقدمه ديالنا هي الاولانيه. دابا غنبداو مع الاسباب اللي كتكون حب الشباب. السبب الاولاني، اول سبب اخوتي، هو السكريات، الحاجه اللي فيها السكر، المنتوجات اللي فيهم السكر، الحلويات اللي فيها السكر، المشروبات الغازيه اللي فيها السكر بزياده. كنصح اخوتي تقللوا من السكر اكبر قدر ممكن، ماشي توقفوا السكر مره، ما يقدروش حيت اغلبيه الماكولات فيها السكر. هانتوما سمعت اخوتي، حاولوا ما امكن تقللوا السكر، هذا السبب الاولاني. دابا مع السبب الثاني. السبب الثاني اللي هو الدهنيات او الزيوت، وخصوصا الماكله اللي كتقلى بزاف في الزيت، او اللي كتحتاج زيت بزاف، او اللي كيكون متوفر فيها الزيت في حال اللحم مثلا. حاولوا تقللوا من الزيوت، وحتى لو استعملتوا اللحم ما تعملولهاش الزيت بزاف، وما تاكلوش معها شي حاجه عاود اللي تكون كتستعمل مع الزيت اللي عاود بطاطا. يعني معروف المغاربه يعملوا الطبسيل ديال اللحم بالخضر، داروا ديك الفريت فوق منه، يعني فريت مقلي في الزيت مع اللحم طيبه بالزيت وهي اصلا ديجا فيها الزيت، يعني هنايا غتاثر لك شويه على حب الشباب، وعايزي يهج لك في وجهك وعايزي يرد لك في وجهك. والمقليات راه انواع، اللي قالتكم اميمه هضر جزء المقليات، قلتكم راه فيهم انواع، منهم السمك المقلي، الدجاج المقلي. دابا مع السبب رقم ثلاثة اخوتي، الثالث اللي هو كذلك تنقصوا من الاملاح، يعني حاولوا ما تعملوش ماكله مالحه بزاف، كاين اللي مبني بماكله مالحه، يعني التملح كتلعب دور في يعني في دوك ظهور الحب الشباب بزاف. عاد يعني من الماكله ما نقدروش نقولوا الماكله اللي كدير ملح، راه طبعا الماكله كامله كطيب بالملح، وانما الانسان يتكيس شويه على يده، راه ماشي حيت كيلو ديال الملح ساوي درهم راه صافي غير ملح. وهادشي اللي قالتكم ميمه راه صحيح، اي شيء اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. هادشي اللي ذكرنا راه ماشي العلاج ديال حب الشباب بوحديته، راه كذلك العلاج ديال الكلف، والعلاج كذلك حتى ديال التصبغات، ماشي العلاج ديال البهاق، ديال الكلف والتصبغات، هو كيدخل في مرحله العلاج. واللي بغى العلاج والطريقه ديال العلاج انا غنقولها في اول تعليق، راه عملنا فيديو في القناه ديالنا، ولكن كذلك غنحطه في اول تعليق، اللي باقي ما شافوش يدخلوا يشوفوا في اول تعليق. والحاجه الرابعه اللي هي بزاف الناس كيتعرضوا ليها، اللي هي كتسبب حب الشباب سواء ضعيف سواء كسر، اللي هي الاعصاب والتوتر، الغضب والتوتر، الضغط النفسي. الضغط النفسي راه كيلعب واحد العامل، واحد الدور كبير، مش ان الوجه كيتعرض لحب الشباب. وحب الشباب راه ماشي بالضروره يجيك في الوجه، كاين اللي كيجي في وجهه، كاين اللي كيجي في الظهر، كاين اللي كيجي في اليد، كاين اللي كيجي في الركبه. انا البشره ديالي دهنيه ومتعرض لحب الشباب كثير، ولكن كنحاول نطبق هادشي هذا، مش كنقلل من ديك حب الشباب وكنعالج راسي براسي. انا دورتكم التصاور ديالي ملي كان في عمري 18 سنه ولا 17 سنه، راه تشوفوا الحاله ديالي كيفاش كانت متدوره، الحاله ديالي كانت مرضيه بزاف. ولكن على ذكر سيدنا محمد، كاين
يعني بالنسبة للشباب مراهقة اللي باقين في عمر 18 19 17، يعني هادوك عادي حب الشباب عندهم. إذا فاتوا هذيك المرحلة ديال 20 عام وكان باقي لهم حب الشباب، إذا كان قليل فهو كيكون عادي، يعني ما تحتاجش يتعالج، راه كيمشي وكيجي مع الوقت. وإنما إذا كان كتير هذاك هو اللي خصو يتعالج. هانتوما سمعتوا اخوتي، وكاين بزاف الاسباب. راه ماشي الحب الشباب كيكون فقط من اعصاب ضد الدار، كذلك كيتركب من التوتر لفترة الامتحانات، وحنا مقبلين على فترة امتحانات في البلاد ديالنا المغرب. الناس ديال السادس والتاسعة والسيزيام والبكالوريا، واللي عنده شي واحد في عائلته ولا هو كيتفرج فينا عنده شي امتحان، الله الله ينجحو، الله يوفق الجميع يا ربي ان شاء الله، الله ينجحو والله يوفق الجميع. واذا طبقتوا هادشي هذا اللي قلناه كيتقطع حب الشباب، وانما يعني ماشي ضروري غيحيد مره، حيت الانسان ضروري ما يبقى دهنيات في الجسم ديالو، وانما كيكون بواحد نسبه قليله حبه جوج، يعني ما كياثروش بزاف، ماشي بحال الا كان الوجه عامر. وهادشي هذا اذا طبق راه الهرمونات في الجسم راه كتوازن، سواء الهرمونات اللي عند الرجال سواء الهرمونات اللي عند النساء. وبخصوص يعني كاين اللي كيقول لك استعملت سيراف، استعملت بزاف ديال الكريمات، يعني كاين فيشي، كاين بزاف، كاين لا روش بوزي، كاين بزاف ديال الكريمات كيستعملهم كتقول لك ما عطاتنيش نتيجه، حيتاش ماشي غير الكريمه اللي غداوي، راه حتى الضغط النفسي، حتى الراحه النفسيه، حتى الماكله ديالك راه كتاثر لك على بزاف ديال الحاجات. يعني اذا كنتي عاد تطبق هذيك الكريمه في وقتها، خاصك تطبق حتى هذيك الماكله، حتى هذيك الروتين الحياه ديالك اليومي، يعني بزاف ديال الحاجات خاصهم يطبقوا باش غتزول هذيك الحاجه، ما يمكنش غير من يعني من استعمال واحد او من بياسه واحده. وأفضل علاج للتوتر والأعصاب، أفضل علاج شنو هو أميمة في نظرك؟ شنو هو؟ الرياضة. أفضل علاج أخوتي هو الرياضة. اللي قادر أنه يمارس الرياضة كل نهار يمارسها، واللي ما قادرش يمارسها كل نهار كاين أحسن رياضة اللي هي المشي. الواحد يتمشى، هذه أفضل رياضة، وهادشي هذا كيقلل التوتر والأعصاب. وبلا ما نقول لكم الفوائد ديال الرياضة للجسم، راه كلشي عارفه ولكن أغلبية ما كيطبقوهاش، وكنتمنى أنكم تطبقوها. بالنسبة أخوتي واحد المعلومة راح تصدمكم، في رمضان، في شهر رمضان المبارك، الوجه ديال الإنسان يعني بصفة عامة، الناس اللي عندهم بشرة ديالهم دهنية والبشرة ديالهم فيها حب الشباب سواء قليل سواء كثير، في رمضان ديك حب الشباب كيقل بواحد الدرجة كبيرة. يا هما اللي كيلاحظوا، انتوما كاين اللي فيكم حب الشباب في رمضان قل ديك حب الشباب، علاش من نظركم قل ديك حب الشباب؟ ها امي ما عطيكم علاش؟ بالنسبه لرمضان كنختاروا الماكولات ديالنا، لحقاش الانسان كيكون يعني نهار كامل ما واكلش، كيقول لك لا ما نسبقش الحاجه اللي فيها ليدام. الاغلبيه بزاف بينا يعني الاغلبيه ديالنا كنبعدوا على الحاجه اللي كتكون فيها زيوت بزاف، يعني الروتين ديال الحياه ديالنا اليومي كامل كيتبدل. وحتى شو نقول لكم بالنسبه للوضوء، حتى هو كيلعب دور، حيت الوجه كيتغسل بزاف ديال المرات في النهار، ماشي يعني غير في رمضان، يعني الصلاه كتطبق يوميا سواء في رمضان سواء في الايام العاديه، يعني حتى هذاك المره كينقي الوجه، واخا يعني غير الماء بوحديتو فراه كافي، مادام الله سبحانه وتعالى عطانا الوضوء غير بالماء فهو كان الماء كافي انه ينقي الجسم ديالنا كامل، ماشي غير الوجه ديالنا. وحتى التنقيه ديال الوجه راه كتلعب دور في حب الشباب. وحاجه اخرى غنزيدها لكم اخوتي، راه واخا يكون عندك اغلى برودوي في العالم، الله يجعله يكون ساوي مليون دولار، راه مستحيل انك تلقى النتائج منه اذا ما كنتيش كتعدل الوقايه لراسك. يعني اذا ما بعدتوش على ديك الاضرار اللي كتسبب من راسك، لقوسكم، املاح، زيوت، توتر، السكريات، إذا ما بعدتش هادشي هذا راه واخا كان عندك برودوي يساوي مليون دولار اللي هي 100 مليون ديالنا ولا 1000 مليون ديالنا، راه مستحيل أنك تشفى.
وخا يكون ليكن. واللي بغى يزيد يتهلا في راسو يطبق هادشي هذا اللي قلتكم اخوتي، وعليه كذلك بالغاسولات، وافضل الغاسولات اللي معروفين طبيا كيتباعوا في الصيدليه وفي بارافارماسي وعندهم المكياج، ولكن الناس اللي كيبيعوا برودوي ديال المكياج الكوسميتيك ردوا بال، عرفوا مع من كتشريو مش ما ينصبوش عليكم، حيت راه داكشي راه كيتقلد اخوتي. شنو هما برودويات او ميما اللي كتنصح بهم المتتبعين ديالنا انهم يعدلوهم اللي هما افضل الغاسولات؟ كاين برودويات اللي ذكرت لكم من قبل ديال لاروش بوزي، كاين افين، كاين فيشي، كاين ديال سيراف، كاينين بزاف ديال البرودويات اخرى يعني اللي معروفين، كنهضر غير على اللي معروفين. شي حاجه اخرى يعني جربتها صاحبتك او جربتها اختك، راه البشره اللي عند اختك ولا اللي عند صاحبتك ماشي هي البشره اللي عندك، تقدر تكون بشره مختلطه، هي عندها بشره دهنيه، تقدر تكون هي عندها بشره جافتينه عندك بشره مختلطه، يعني ماشي ضروري اللي غايجي مع وحده راه غايجي معاك انتينا. شوف البشره ديالك انتينا شنو اللي خصها، واش يعني نشوف النوعيه ديال البشره ديالك، حيتاش الغاسول ديال سيراف راه فيه ثلاثة ديال الانواع ديال البشره، فيه البشره الجافه والمختلطه وفيه البشره الدهنيه، يعني ماشي اللي عاد شري اختك عاد تستعملوه معاها انتينا يقدر ما يعطيكش نتيجه ويعطيها لها هي، يعني ضروري خاص كل واحد يكون يعني اي مكياج بصفه عامه، اي حاجه سواء كان غاسول سواء كان معقم سواء كان اي حاجه، خاص كل واحد يكون بديالو على حسب نوع البشره ديالو باش كيعطيونا نتيجه. وبالنسبه خوتي اللي ما عندوش امكانيات انه يشري شي غاسول من هاد الغاسولات اللي ذكرنا دابا حاليا، عليه افضل غاسول اللي قالته اميمه اللي هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. اغسل وجهك 5 مرات في النهار، وهي سبحان الله العظيم راه كاين 5 صلوات، يعني 5 مرات ديال الوضوء، 5 مرات ديال الوضوء قليل، اللي كيتوضى 5 مرات كاين اللي كيطيح في الظهر مع العصر. كاين اخوتي راه اللي قالتكم مره وحده وكيصلينا قالتكم غير ميما، الشيء اللي قالتو صحيح، كاين بزاف ديال الواحد كيطيح الظهر مع العصر مع المغرب مع الصباح وضوء واحد، وكاين وضوء واحد كيدوز به الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كاين اخوتي هادشي هذا، كاين هادشي هذا اخوتي، وراه ما كنكذبوش فيه، هادشي هذا حقيقي. وكيف المجتمع ديالنا، ودائما اخوتي كنصحكم شي حاجه خلق ربي ماشي فحال شي حاجه اللي صنعها الانسان، راه الغاسولات ماشي فحال ما اللي عند ربي. افضل غاسول افضل وقايه، غسل وجهك 5 مرات. الغاسول شحال من مره كيتستعمل؟ بالنسبه للغاسول اللي عنده حب الشباب قليل كيستعملو 3 المرات في السيمانه، وباقي الايام كيستعمل الماء كما قلنا يعني 5 المرات في النهار عادي، كافي انه يكون حسن من الغاسول. بالنسبه اللي عنده حب الشباب كتير يعني مجهد بزاف في وجهه، هذاك الزامي انه يستعمل يستعمل الغاسول اللي عنده حب شباب كثير، اللي عنده حب شباب كثير يلزمي انه يستعمل الغاسول يوميا، حتى يلاحظ ان ديك النتيجه ديال حب الشباب زالت، هذاك الساعه يقدر ينقص في الاستعمال ديال الغاسول ديالو على حسب الكميه ديال حب الشباب اللي باقا. واي واحد شاف الوجه ديالو صحاح يوقف يستعمل برودويات ويستعمل الماء فقط. وبالنسبه باش ما نساوش، بالنسبه للغسول كتستعمل مره واحده في الصباح، كتستعملش لا في العشيه ولا في الظهر، مره واحده في الصباح، يعني الانسان باش كينوض من النعاس اول حاجه كيعمل راه سواء كيدوش سواء كيغسل على وجهه، ولكن الغسول غيتستعمل في الصباح فقط، يعني ما تستعملش في النهار من الاحسن. هذه معلومه راه مهمه، الغسول كيتستعمل فقط مره واحدة في الصباح، ما كيستعملش في الليل. ملي كتجي تغسل وجهك في الصباح، غسل وجهك بالغاسول المناسب ولا الماء على حسب القدرة ديالك إمكانية. المهم اخوتي اللي كمل الفيديو تسنى هنايا راه استفد، سواء عند الزوجة ديالي أميمة، سواء من عند محمد، من عندي أنا بطبيعة الحال. طبعا تحياتي لكم وشكرا بزاف بزاف بزاف.
لانكم كملتوا فيديو تن هنايا وراكم نتوما عزازين وغاليين. قناتي اللي هي قناتكم كسكبر وكسكبر بكم. ودائما كنقولها وكنعاود كنقولها، انا ما عنديش بزاف ديال الناس في القناه ديالي، ولكن عندنا اميمه شني عندنا؟ عندنا احسن ناس في القناه ديالنا، عندنا احسن ناس في القناه ديالنا، امهات، جدات، بنات، مراهقات، ومراهقات المراهقات هما حاضرين. هادشي ما كان في الفيديو هذا، لنا لقاء اخر في فيديو اخر مع موضوع اخر مع موضوع اخر. رفقاتكم السلامة. السلام.